زي ما بقول لحضراتكم من مدة كنا عرضنا ليكم المواجهات المؤلمة بين الفتيات الأيزيديات وبين الدواعش، وكنا عرضنا لحضراتكم مواجهة لفتاة مع أحد الدواعش اللي اغتصبها. اليوم تم إطلاق يعني فيلم آخر، مواجهة بين فتاة أيزيدية وأحد الدواعش الذين اغتصبوها. نشوف هذه المواجهة عاملة إزاي، نشوف الألم اللي فيه الفتاة الأيزيدية وهي بتواجه الشخص اللي هو قام باغتصابها. وطبعا كل هذه الفيديوهات بتنزل على قناة العربية، القناة الإخبارية، وبنشوف هذه المواجهة وهي بتلومه وهي يعني بتعتصر وبتفهمه أن هذا الاغتصاب يعني لا يخرج من حياتها، حياتها اتدمرت بسببه. خلينا نشوف الفيديو. أشقد عمري ب2014 مو هسه، قول 14 سنة. 14 سنة ما هيك؟ عندك أخت؟ ها بدك واحد عمر ابوك اغتصب اختك؟ ها بدك لو لا؟ لا ما هيك؟ عن شو عمر اختك؟ قول وين وديت الاهلي؟ قول. ما اعرف والله، تدرين بيها ما اعرف انا بعد شيء. انت ما بتعرف اهلي ما هيك؟ تدرين بيها ما اعرف بيهم. ما بتعرف برزان ونوري ما هيك؟ شوفي مين هدول؟ مين هدول؟ والله ما اعرف هدول، غير وديت بس رحت عليهم وديتش عليهم وهاي. اها والله صار 5 سنوات احنا ما بنعرف شيء، يمكن هي عندها اولادهم. لك مو حرام؟ ما عندكم شرف؟ بس لا تخاف، انت ما راح تموت بهذه السهولة. انت لازم تتعاقب مثلي ومثل كل بنات الأيزيدية. الله الله بيعرف. قول وين وديت اهلي؟ هسا اني عايشه بدون اخوان. طبعا احنا بنشوف المواجهات ديت واجزاء منها بتستمر جزء بعد جزء بعد جزء. بس انا عايز اقول لحضراتكم حاجة، الراجل الداعشي ده لو اتكلم، هو طبعا دلوقتي مش قادر يتكلم، انما لو اتكلم بحرية هيقول لها ايوه طبعا انا رأيي ده عقيدته ان هو يغتصب الايزيدية، لانه شايف ان دي فتاة بلا دين. حل ليه يعني؟ يعني هو لو اتكلمه، هو طبعا مش قادر يتكلم دلوقتي، معتقل ومكبل وفي وضع صعب وكل حاجة، إنما هم حقيقة الأمر عشان بس ما ننساش.
عشان بس ما ننساش دول هذا الامر بالنسبه لهم عادي، عادي جدا ان هو ان دي دول سبايا وانه يغتصبها وان دي تبقى بتاعته وانه ويتسرى بيها وكل الحاجات دي، عشان بس حضراتكم محدش يفهم ان دي ناس مثلا تابت. والسؤال اللي بيطرح نفسه بعد شويه، الناس دي هيودوها فين؟ الناس ديت اللي في السجون في سوريا وفي العراق هيروحوا فين؟ هيطلقوهم فين؟ يعني طبعا احنا بنشوف اجزاء من المواجهات بين الايزيديات ومغتصبيهم. الناس دي هيعملوا بيهم ايه؟ هيحاكموهم؟ هنتكلم على 10 12 الف واحد، هيروحوا فين؟ الناس دي لو اتكلمت بحريتها هتقول تاني نفس الكلام، ايوه طبعا اختصبك، وايوه ولا 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 انت تهتز لي اي حاجه، هو بس دلوقتي علشان هو في وضع انه مضطر يعني. انما حقيقه الامر ناس ما عندهاش لا دين ولا انسانيه ولا اي شيء. مهم.